فتح معهد الرعاية والتربية أبواب العام الدراسي الجديد أمام الطلاب يوم السبت الماضي بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد وطلاب المعهد بفرقه المختلفة. هم بيقولوا معهد الرعاية ويسكتوا، معهد الرعاية والتربية، فرق شاسع بين الكلمتين، مش لأنهم ضد بعض ولا حاجة، يكملوا بعض. فالرعاية معناها الاهتمام الروحي والإنساني بالكيان بتاع كل واحد بنخدمه في الكنيسة، من بلاش كي جي وان، من الرضيع ومن اللي في بطن أمه كمان. الاهتمام بالإنسان من هو لسه بذرة في بطن أمه أو في الحمل إلى آخر يوم في الحياة، وحتى بعد ما يسافر بنقعد نصلي من أجله زي ما بنصلي من أجل الراقدين. إذن فالكنيسة تهتم بالإنسان زي ما بيقولوا من المهد إلى اللحد. بنعمة ربنا احنا النهاردة بنبدأ العام الدراسي الجديد في معهد الرعاية والتربية، سنة أولى سنة تأسيسية عامة. الطالب بياخد فيها مقدمة عن كل الأقسام، بيدرس فيها رعاية كنسية وتاريخ كنيسة ومقدمة للحياة الكنسية ومقدمة عامة عن العقيدة واللاهوت وأمور أساسية كتير. في سنة تانية الطالب بيتخصص في قسم من 7 أقسام. عندنا قسم إرشاد أسري وإرشاد روحي وحياة كنسية ورعاية كنسية، عندنا قسم الموارد البشرية، عندنا من السنة اللي فاتت بدأ المعهد في قسمين جداد، قسم الكتاب المقدس، وده كان عليه اقبال كبير جدا من الخدام وامناء الخدمه والاباء الكهنه. وبدانا كمان السنه اللي فاتت قسم جديد هو قسم الارشاد النفسي، ده بيتكلم ازاي نفهم النفس البشريه وطبيعتها والتعامل معاها والتعامل مع مشاكل المخدومين. يساعد معهد الرعايه والتربيه في تكوين خادم يعرف كيف يفكر ويتواصل ويطبق، ويدربه على تقديم الاسس الثلاثه للحياه، المسيح والإنجيل والكنيسة، بطريقة فعالة ومؤثرة في حياة المخدومين. وبالنسبة لمعهد الرعاية مهم جدا لكل شخص، من الأب الكاهن لكل الشمامسة والخدام، بيفتح مناهج كتير قوي، بيعرفنا كل حاجة عن التعليم الأرثوذكس الصميم، ده في سنة أولى، وبنتعلم على إيد البابا تودروس، طبعا بيدي مادة اللي هي في دراسة الكتاب وأنبا موسى وأنبا بنيامين وأساقفة كتير. في سنة أولى عموما بتاخد كل حاجة. المعهد الحلو فيه إن هو مش مركز في جزء بس روحي، لا هو رعاية وتربية، جزء روحي بتاخده، بتاخد حاجات لاهوت طقسي، بتاخد حاجات لاهوت روحي، وإزاي تفهم الشخص والمرتدين والارتداد، مش بس ممكن يبقى ارتداد فكري، وبتاخد جزء عن الرعاية عن التربية. أساقفة وكهنة ومتخصصون يدرسون بالمعهد الذي تتنوع أقسامه بين الإرشاد الأسري والنفسي والروحي والحياة الكنسية والكتاب المقدس والموارد البشرية وغيرها من المواد. يتيح معهد الرعاية والتربية تنمية مستوى الدارسين لديه من خلال الدراسة الأكاديمية والدورات التدريبية، كما يعطي فرصة للأباء الكهنة وخريج الكلية الإكليريكية والخدام والخادمات لمزيد من التعمق في التعليم والخدمة. من معهد الرعاية والتربية بالعباسية، فريد إدوار، سي تي في.